السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحرس بضمان مع كابتن نور. تحياتي ليكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا. كنا من فتره شفنا مشمشه الكلب اللولو اللي كانت والده، وتعالوا بقى دلوقتي عشان نطمن عليها ونشوف مشمشه عيالها بقى شكلهم ايه، وهنبدا معاهم ازاي من السن ده. طبعا الجراوي ديت معنا كده اللي عندهم في حدود 15 يوم او 12 يوم، هنبدا الجراوي ديت ان احنا نبدا معاهم واحده واحده عشان الناس اللي عندها كلاب بتخلف يا جماعه تعرف تعمل ايه من البدايه. نتعلم في مشمشه حتى هم بيض وصغننين كده وحلوين، نتعلم فيها ونعرفكم تعملوا ايه مع الجراوي. اول حاجه يا جماعه لما نوصل بالجراوي بتاعتي لعمر 12 يوم او 15 يوم، حاجات جديده بقى ومش هنقول عليها لحد الا ليكم. طبعا هنروح للراجل البقال نجيب منه زبدايه مثلا، ونبدا ان انا ناخد بصبعي كده ونلحس كل جرو، نجيب علبه سيريلاك من الصيدليه ونبدا نعملها كده، وناخد من صبعي ونلحس كل جرو ونحطه برده على صدره ويرضى. الحاجات دي اللي هتخلي لك الجرو بسم الله ما شاء الله من غير علاج ومن غير اي حاجه، وهناخدهم مرحله مرحله. الجراوي دي وهي بتكبر وبتتحسن ازاي وبيبقى مستواها بيوصل لكده ازاي، تعالوا بقى نشوف مشمشه ونشوف عيالها ونشوف وصلوا لايه، عشان من بكره باذن الله هنبدا كل يومين نصورها حلقه واحنا بنعمل ايه مع الجراوي، والجراوي دي هنوصل بيها شكلها يبقى ايه، وهل الجراوي اللي احنا هنعمله معاه هيظبط معانا ويخلي الجرو بسم الله ما شاء الله وحجمه كبير. لان طبعا اغلبيه المصريين اللي بتربي كلاب بتحب حجم الكلاب الضخمه، يعني الحاجات الكبيره. تعالوا نشوفوا مشمشه كده. طبعا مشمشه النور طافي عليها، اسلام عامل لها سجن عامل لها حكم بالسجن يعني اسلام، بس في والله مروحه. طبعا شايفين مشمش يا جماعه واقف على الباب مخلي باله علشان ايه، هو متسلى الباب يتفتح عشان يخش لمراته، بس احنا طبعا مش هندخله عشان الجراوي الصغيره هي بتنادي من جوه. ايه الكاميرا تيجي كده، اهلا مشمش، تعالى كده. ادي يا جماعه مشمشه وعيالها، طبعا من الواضح ان هي موديه واحد شمال وواحد يمين، وده اللي بيعمله اغلبيه النتايات. اقفل الباب ده الحديد ده اللي بيعمله اغلبيه النتايات. هنخش عند مشمشه بقى. نخش عند مشمشه هي. ادي مشمشه يا جماعه طبعا فرحانه ان هي طلعت. تعالوا بقى نشوف ولادها هي عامله معاهم كده ليه. طبعا بصوا هتلاقوا ان هي بعدهم واحد شمال وواحد يمين وواحد هنا وواحد هنا. شاطره مشمشه، ايه طبعا مشمشه فرحانه. تعالي تعالي، شاطره شاطره شاطره. طبعا مشمشه فرحانه بتلعب معايا هي. لو بصينا بقى يا جماعه هنبص على الجراوي والاحجام بتاعتها، الكاميرا موضحه الجراوي كده. طبعا في جرو كبير وجرو صغير والاحجام. هناخد بقى الجراوي عيال مشمشه، بس يا مشمشه بس، هنحطهم على بعض ونقربهم من بعض فهم، عشان مشمشه طبعا تبقى مهتميه بيهم، يبقى كلك في جنب واحد. ادي يا جماعه مشمشه، ايه رايكم كده في الجراوي بتاعت مشمشه بقى؟ بس يا مشمشه عيب، ايه بس يا مشمشه عيب. ادي يا جماعه الجراوي عيال مش واضح، ادي الجراوي عيال مشمشه طبعا بسم الله ما شاء الله، جمال جدا. ادي ده قائد وادي اخر فلوس على فكره.
لكم كلكم وهنعرضها على اليوتيوب. مش قال لك تربي انت تهتم بيه، ممكن انت تكون ما بتعرفش اساسا.